شفتوش؟ ايه يا حبيبي؟ بس خليها واحدة واحدة. شوية كده. ما بس هكلمه النهاردة. خلص تعال. بس ما حاجة الحاضر يعني زي ما قبل أن تلقاه
وما كان لي نفس
لا مش هنا. سعودي فين يا سعودي؟ اهو يا حبيبي يا ابني انت. والله يا جماعه كده مش نافع يعني كلكم كده قدام احنا هو مش نافع نطلع قدام. ترجع ولا حسين يا باشا لكن ضبط شويه نمسك لك شويه يا فندم. ماشي طب انا ذنبي ايه؟ زي ما انت عايز تصور على الصور. يا جماعه طيب عشان الناس بس اللي داخله ان في ناس داخله وراك والله